يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، حياكم الله من جديد في برنامجكم قانون اللعبة، ويسعد مساكم في هذه الحلقة واستكمال للحلقة الفاتت في رياضة الطيران اللاسلكي، بالتحديد في الطيران للثري دي. أسئلة كثيرة جاية في الدرب مع الكابتن أحمد العوضي، ولكن بعد السيرة الذاتية. خلونا نرحب في الكابتن احمد العوضي، حياك الله. الله يحييك. للثري دي قلت لي احجامهم مو كبيره. لا، في كبير، في من الصغار. ابي من الصغير للكبير. اصغر شيء كم واكبر شيء كم؟ اصغر شيء تبلش من طيارات الفلين اللي تشتغل على الالكتريك او الكهرباء بطاريات، وتروح يعني احجامها تروح اكبر من هذولي بعد. فلين؟ لا 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 لا، كفلين يمكن لا اكبر من كذي بشوي، خالص متر متر تقريبا. انزين، لكن طيارات الكبيره لا تروح 3 متر 4 متر، ما عندك مشكله. اوكي، خل اوقف عند لان يشدني الفلين، وكاني اشوفهم في محلات الالعاب لما تنباع. نفسهم هم في محلات الالعاب؟ نفسهم نفسهم، ولكن ذلك باحجام اصغر. اي طبعا. هل المسافات كبيره وطويله؟ الفلين ميزتها مرات حتى هي كذي متعارف عليها انها تطير بالصالات داخل بعد، اللي هو صالات الكره القدم المسكره اندور. او شيء اندور. حلو. انا بدايه لما تعلمت على الثري دي تعلمت على السيميليتر، بعدين بلشت بالثري دي بالفلين. حلو. كنت اطير طيارات بنزين عاديه. أي. اللي هو طيارات الترينر وغيره، وبنفس الوقت اطير هذا تعلمت عليهم، بعدين قمت ادش على الطيارات البنزين للثري دي. حلو. والاشياء الطيارات الكبيره اللي تذكر احجابها 3 متر ومترين ونص وكذي، فهي الفلين لانه تساعدك ان وزنها خفيف، طيحتها يمكن لو تغلط تهد الدوسة ما تنكسر، يمكن اللهم المروحة تنكسر. تمام. غير كذي الطيارة يمكن ما يصير فيها شيء. أما الطيارات الكبيرة إذا طاحت يعني نوعا ما يعني وايد تتفلش. أو الفلين ما يتفلش؟ هو 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 بالنسبة لنا يعني إحنا نحاول إذا حسينا إن فقدنا السيطرة على الطيارة إن إحنا نقلل الأضرار. أي. فننزل أو نوقف الماكينة بحيث لما تطيح تطيح كنا واحد قاطها، مو كنا هي داعمة. أوكي. فالظل مثل ما هي يعني تقريبا، يمكن المروحه تنكسر، يمكن قطعه يعني اللي قدامي الحين انا قاعد اشوف على شحن ولا بنزين. هذه شحن. شحن. اي. وفي منها بنزين؟ لا، هذه بنزين. البنزين الثانيه. أي نعم. اللي امامي بس اثنينهم كلهم فيهم مراوح صح؟ ايوه. اوكي. الثري دي كذي، وعلى فكره يعني احنا خلينا شويه نتكلم الحين، الجت صاروا هم ثري دي بعد بس بطريقه ثانيه. الجت صاروا هم فيهم حركات الثري دي طبعا يكون فيها ما شاء الله هالحجم الكبير. اي ما شاء صاروا الله. 3D وصاروا يسوون الحركات بطريقة أخرى. بس تشابه حركات الـ 3D. حلو. اللي هي مات المروحة أو مات الطيارة العادية هذه الاعتيادية. يعني أنا ترى حتى قاعد أشوف التواير في اللين. إيه. حتى هذه طيارة في اللين. في اللين. بس هما كل ما يكبرون كل ما صارت خلاص يعني تواير ربل وكذي وباكينة بنزين مو بنزين البنزين العادي. حلو. اللي هو. بس كابتن أحمد إحنا أنا أعرف إن في مسافة أنت لازم تقطعها بالتواير لما تطير الإقلاع. إيه الثري دي لا. شلون؟ الثري دي تطير على طول تقريباً يعني. من نفس الوضعية. يعني هي قلت لك هي مصممينها بطريقة إن تطير طيران نوعاً ما. نفس الدرون فنقول الحين حالياً. يعني طيران. ماكو يمكن 5 متر 10 متر هي طايرة. وتطير. ماكو مسافة يعني. أوكي. لأن مضخمين فيها الأجنحة. حلو. فتطير طيران مو نفس طيران حقيقي، تشابه يعني. ليش هي اللي شدتك من بين كل الأنواع؟ لأن وقتها كانت وقتها هي اللي يعني على قولتهم الستايل الجديد اللي نازل، وكان الموضوع تحدي يعني مو واحد مو وايد ناس كانوا يقدرون يطيرون 3D. أنت وخالك ولا في أحد؟ لا، خالي أصلا ما دش بال 3D. أنا اللي دشيت بال 3D. هو وين مجاله؟ أي هو كان مجاله اللي هو السكيل أو الطيارات اللي تكون شبيهة بالحقيقية. بالحقيقية اللي وراك بالضبط. أيوة. بالضبط هذا اللي هي ورايا بعد واحدة مماثلة. أروح إلى أجواء المسابقات والبطولات، أكيد كل واحد يطمح إلى أن يحقق هدف. نعم. من خلال هوايته. اليوم البطولات كثيرة محلية خارجية، شاركت في البطولات المحلية؟ أنا شاركت بطولات محلية، ما شاركت بطولات خارجية، بس في من الجماعة اللي بالنادي اليدد شاركوا. حلو. البطولة طبعا المحلية أو البطولة أي بطولة إن كانت هي أنت تتجهز لها، بس
اكيد في عامل الرهبه وقت فالاغلاط تكثر. افا لا هو لازم وين الخبره هنا الخبره تطلع لازم الاغلاط تكثر يعني صح. هي بالصج اي ان كان يعني لو بتسوي اي نشاط اكيد بيكون عندك فتره تجهيز لكن لما دي الصج يجيك الاسترس كله وتشوف واحد طير قبلك سوى حركه ودك انك انت مو بتدرب عليه ودك تصير احسن منه صحيح. فيصير الموضوع تحدي حلو. عاده هني هم المسابقات هم فيها على قولتهم جزء فكاهي خلينا نقول الناس اللي تطيح وهذا يعني هي بالنهايه ترى الروح رياضيه ما حد يطيح ويزعل لعبه هي بالنهايه هي صحيح. بديش بتفاصيلها اكثر ان شاء الله كابتن احمد لكن بطلع بهذا التقرير وراد ويا الكابتن احمد العوضي. الطيران اللاسلكي او ما يسمى محليا التطير هواية حديثة العهد ليس مجرد لعبة تطير ويحركها احد الاشخاص بجهاز تحكم عن بعد كما يعتقد البعض بل هي رياضة تعتمد على التركيز الذهني والدقة والقدرة على خلق التناسق بين أوامر العقل وحركة اليد لتوجيه الطائرة التوجيه الصحيح. أرجع وياكم وأرجع مع الكابتن أحمد العوضي المسابقات وعلى قولتهم الحالات الفكاهية اللي أنت تفضلت فيها. نعم. وايد تكثر هو تفلش أي تفلش يكبر حتى بترى بالبطولات العالميه واسامي العالميه الرنانه لان تلاقي اللي قبله سوى شيء او وده يسوي شيء وايد خطر حلو. وهو اذا على قولتهم سواه وعدى منها هذا يكون سوى شيء وايد جبار صحيح. واذا طاح الناس راح يصفقوا له يعني بالنهايه فهو حاول. يحاولون قد ما يقدرون يطلعون اكثر بيرفورمانس يقدرون. اذا انا ودي اعرف ايش كثر يعني طريقه البطوله المده اللي يعطونك اياها عشان تستعرض. عاده الطيارات ال 3 دي يعني تقريبا يعطونك من 3 إلى 5 دقائق عشان تسوي عرض كامل. حلو. طبعا في بعضهم يكون لا والله انت تدش حاطي لك حركه اولى ثانيه وثالثه ورابعه ويقيمونك على كل حركه ويعطونك سكور. تمام. وفي بعضهم اللي يسمونه الفريستايل اللي هو يقول لك انت سوي لي اللي تبي. اي المهم انه يعجبني واشوف مدى خلينا نقول خطوره ومجازفتك. حلو. وبالنهايه يعني هم يقيمون كل واحد من جوله واحده. في بعضهم اكثر من جوله على حسب لان ترى كل مسابقه لها يعني صحيح. لها الرولز. حلو. في بعضهم يسوون جولتين يوم جوله واليوم احنا بالكويت سوينا كذي يوم حلو. جوله اولى واليوم الثاني جوله ثانيه. حلو. عدد الحكام ايش كثر في البطوله؟ عاده من 3 إلى 5 كل واحد عاد له نظرته. اي وكل واحد يقيم وياخذون الافرج هم بالنهايه. ممتاز. الاجواء المناسبه دائما للطيران حر صيف حر صيف نفسه حر ولا شتاء بالظروف؟ احنا بالكويت يعني احنا بالشتاء يعني بالصيف نادر ما احنا كنا بداياتنا صعب انك تطيرها في الصيف لحراره الجو. لا والله عادي انا بدايتي اول سنتين او سنه وهذا كنا وقتها يعني على ابو يدد على الموضوع كنا حر برد رطوبه ايه. بالصيف الساعة 6 نروح نطير بس على ابو 6 لل 7 هذه عشان اخر شيء 6-7 بالمغرب لغياب الشمس وبنفس الوقت هذا بس بالشتاء لا والله نروح من الظهر ل او قبلها للمغرب يعني انا اقصد الانسب اللي هو بالبراد بالبراد بالكويت بالبراد ترى بالعكس بالدول الثانيه خلينا نقول دول اوروبا وغيرها يطيرون شرق اسيا كلها رطوبه وحر اي بس يطيرون طول السنه ويمكن بالعكس بالشتاء مو زين حقهم برد يعني. صحيح فهم يعني على حسب احنا ندور على نقول بلزنت وذر اللي هو الوذر اللي نقدر نقعد فيه. جميل. انا اتشكرك كابتن احمد العوضي يطول لي عمرك. اي والله حديث شيق صراحه كنت وياك حول خلينا نقول رياضه الطيران اللاسلكي بالتحديد ال 3 دي. اتمنى لك التوفيق وحق خالك التوفيق ان شاء الله وان شاء الله نشوفكم في المنصة. وانتمنى انت تطير 3 دي صعب ان شاء الله انا حد الحين درون اي والله كل الشكر لك الله يطول لي عمرك الله يسلمك ان شاء الله حبيبي شكر موصول لكم مشاهدينا كنا وياكم في حلقه مميزه وجميله مع الكابتن احمد العوضي حول رياضه الطيران اللاسلكي بالتحديد رياضه خلينا نقول او الطائره الخاصه في ال 3 دي الملتقى ان شاء الله يتجدد في حلقه قادمه برياضه اخرى فما الله